داها الريح من حتى لهيه وضرب الدار الاخرى طيحت الحيط فيها بابري واحد 2 متر كاري و 3 متر كاري ولد شغل دار قاعه كبيره وخلاص هذا ما كان البلاصه منين تشوف فيها هذه الصوره بعد عبر نفسها هذه طوجت مهي زريح تضرب هنا قعرنا هذه البلاصه هذيك تشوف فيها فيها بابري واحد 2 متر كاري تشوف فيها كنا هنا نردو هنا نولع جوز هاك شوف صبحنا رانا هاك شوفها الحوايج تاعنا وراهم دايرين كل زعما بروفيزور مون باش يعطيوه بنا الريفي هذاك من 2014 درك هي تقريبا 5 سنين هو ما عطاه والو مازال وحنا نميرو على شبالة ولا 5 قطرات ولا 6 البلدية كيما يعاونونا يعاونوا الطفل يعطيو له الدار باش يسكن هاك شوف جاب هذه وخسر عليها واحد 100 مليون ولا 120 مليون وهاك شوف فيها كيف مدين باش نروحوا منا واش كنا نديروا والله مانيش عارف كيف يصرنا ما على باليش كيف يصرنا هاك شوف فوق لاطول اي مهدب باش تهز الريح يديها شلون كان راك ساكن فيها هذاك عندنا هذاك 4 سنين 5 سنين هكذاك 5 سنين 5 المهم عطينا الدوسي تاع بين الريفي 2014 جا الطفل جابها شراها وركبها باش يسكن فيها زعما باش يسب يتزوج مازال ما تزوجش ومازال ما عطاوش الدار ما هي وعندي زوج ولاد اخرين ثانيين مزوجين بولادهم راه مكاريين عند الغاشي ساكن عند الغاشي وانا جراو جراو بالدم البيت هما يجريو باش اجل يعطيهم السكنه ما عطاهم السكنه ما عطاهم لا هنا لا بلاصه اخرى هم قاعدين الله راهم يسلوا شفت الاضرار دار بناها لابن بنين يزوج هزها له الريح زاد قالت له الدار تاع بنو الاخر منين ساكن هو بالضبط وعاودنا سديناها له انا وسدوها للمواطنين يعاونوا الاولاد هذو يعاونوهم عطيهم السكنة تاعهم يستقروا يزوجوا ما يحرقوا كيما هذوك اللي يحرقوا وماتوا في البحر وكلام الحوت واللي ما سمعت واللي ما كيفاه صرا له ما البناش كيفاه يعاونوا الرجال هذو يستقروا كي يستقروا خلاص تخرج الجزائر ان شاء الله.